في ناس كتيرة سألتني على حرف الراء، مش عارفة تنطقه. انت اولا لو مش عارف تنطق حرف الراء لوحدها اللي هو تكرارية ليه الراء، هتعمل حاجة جميلة قوي. انت كل يوم هتتدرب على نفسك وهتحط لسانك قبل سنانك الامامية كده، وتحاول تطلع شوية هواء، اندفاع الهواء، ولسانك يقاوم الهواء ده. بتعمل كده طبعا في الاول مش هتعرف تنطق، بعد شوية هتلاقي نفسك تعمل كده كده، نطقت الحرف الراء لوحدها. هتحط حرف الراء في كلمة، في لستة فيها كلمات فيها حرف الراء، تقعد تنطقها كل يوم. بعد كده حرف الراء هتحطه في جملة، تقعد تنطق الجمل دي كل يوم. بعد كده حرف الراء هتبدأ تطبقه في الحياة العامة أو في الكلام بتاعك العام. أغلب الناس عايز ينطق حرف الراء فجأة في الكلام الحياة اليومية، وده غلط. ابدأ بالصوت، حطه في كلمة وانطقها كل يوم، أو كلمات كتير وانطقها كل يوم، بعد كده جملة، بعد كده الكلام مع الناس.